يجب على السياح ألا يهتموا أمن والوقاية من الوباء والسيطرة عليه خلال السفر في عيد يعني، وعلى ضوء تتبيع إجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، فما هي التدابير التي يعني تتخذها الحكومات وبلديات خلال العيد؟ وأيضا إذا نريد أن نسافر يجب علينا أن نهتم بأي جوانب؟ أولا يعني أعتقد حكومة تقدم إلينا هذه الحماية الوقاية يعني كافية لسفرنا الخارج، ولكن أهم شيء بالنسبة إلينا نحن نهتم بأنفسنا ونحتفظ بالصحة بالنظافة بأنفسنا، كما هناك قال مثل عربي وقاية الوقاية خير من العلاج. يعني علينا نحن سنقوم بالوقاية أولا يعني لو لم يكن هناك المرض مناسب لمعالجة أو العلاج هذا هو الوباء، علينا نحن سنحتفظ بصحتنا الوقاية. أولا نحن سنأخذ لقاحات قبل سفرنا، علينا نحن سنقوم باللقاح لأن اللقاح ستحمينا، وثاني علينا نحن نعرف كيف بعد وصولنا نحن سنلبس أكمة كمامة خلال طول سفرنا مهما كان في السفر في قطار أو بسيارة أو بالطائرة، هذه هو الأكمة شيء مهم جدا بالنسبة إلينا. وثاني علينا نحن أن نحافظ على مسافة بين الناس، لا أن يكون هناك مزدحمة جدا، فيكون هناك مسافة بين يعني الأهالي أو حتى بين الأصدقاء ليكون هناك يعني مسافة ربما متر. وثاني علينا نحن سنغسل يدينا بعد وصول إلى أي مكان وقبل الأكل وبعد وصول إلى مكان الغريب بالنسبة إلينا. فبعد يعني نحن سنقوم بهذه الوقاية، بعد أن نقوم بهذه الأشياء أعتقد أن هذا الوباء سيبتعد عنا وأن نحن سأكون هذه المعيشة السليمة ستكون تقترب منا.